تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أعلى من السعر الرسمي. تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 382 قضية تموينية بمضبوطات بلغت قرابة 58 طن مواد غذائية وغير غذائية. في مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة، تم ضبط أكثر من 21 طن كما تم ضبط أكثر من 36 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأعلى من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية. أما في مجال قضايا المخابز فتم ضبط 616 قضية من بينها 167 قضية خبز ناقص الوزن و158 قضية خبز غير مطابق للمواصفات.